شد احد ولد درا نقيم الشيء واحد كيف الناس يديني ضاع وليدي داري تبارك الله بين فيهم ولا الديوان لا طلع طالب وقع يستين حزبيتي هذيك ديت وقاري قال من ذات قال الجامع ومشاو عملوا وضحكوا عليهم وصيفطوا قتلوا بلا ما يجيو ليهم فخ داروا ليهم فخ اللي قتلوه قتلوه واللي ودروه ودروه هم داروا ليهم فخ وما كي تعاي تقولي اش باغي تقولي خلا هذا في قلب واحد بعد الحمد لله ماتوا 3 ورجع 24 ومازال 8 في العيادات المفقودة 8 اللي مفقودين 8 مفقودين 24 واحد تغيظوا انا ما تحموتش رجعوا 24 واحد وثلاثة ماتوا ماتوا جوج من عندنا واحد من مراكش واحد من جديدة مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين في هذا البث المباشر مباشرة من إقليم سيدي بنور جماعة الجابرية يعني دموع وحسرة على أبناء وأمهات اللي كتشوفوهم يعني عبر دموعهم عبر يعني كتشوفوا على العين ديالهم صراحة غندو اليوم مع الهجرة السرية الهجرة السرية اللي ولاو كيتعاطوا عليها الشباب بزاف من جميع المدن ونواحيها كما كتشوفوا اليوم كنشوفوا يعني والدين فاقدين الابناء ديالهم الام كتقول انها باغا تشد غير ولدها في يديها سوا حي سوا ميت يعني حتى الامال يعني مابقاش عندها باش انها يعني غتقول ولدي راه حي ولا غتقول ولدي يعني راه غنمشي نجيبهم من ديك البلاصه يعني حتى الخبر ما كاينينش عليه نهائيا غنبداو بالام ديال احد ضحايا ديال الهجره السريه اللي غادي تعاود لينا وتعرفنا كيفاش يعني الابن ديالها عرف ان راه كاين الوقت ديال الحريق وعرف انه مين وشكون هما الاطراف هذو اللي كيشجعوا الشباب هذو كيخليهم يغامروا بحياتهم خليكم معنا السلام عليكم شوف السيدي انا باغا غير وليدي نشوفوا لي الاطراف ديال القلب راني سبعه اخرين معاه خرجوا عاموا شدوهم فقال الحق ولدك نهار كان غادي يحرق واش قالها لك قبل اسكت ولدك نهار كان غادي يحرق واش عرفتي عليه اللي بقى وسط البحر كتشوف ولدك انا لحد الان مازال ما شفتيه 17 يوم هادي باقا معاهم نسمع صوته كي داير ما عرفتو مشادين وما عرفتو ميت ما عرفتو حي الله اعلم ايوا هذا اللي كاين رجب ودوك انا طلبتكم يعني ورغبتكم تعطيوني غا وليدي ما باغا منكم لا حتى حاجه وليدي صار يعني هذا شاب من الشباب اللي كانوا يعني مع الدراري يعني وسط الزودياك يعني واللي حضر يعني المشهد كامل اللي وقع دوك الدراري وغيحاول يقربنا باش الناس المسؤولين حتى من الناس ديال الدرك الملكي يعرفوا انهم كاينين سماسره مورا هاد الشباب هادو اللي حاولوا انهم يقنعوهم بالفكره ديال الهجره السريه ويضيعوا حياتهم مقابل يعني لا شيء بذلك ان رجال الدرك الملكي ديال سيدي بنور اللي خاصو يتدخل في هذه القضيه ويشد دوك السماسره اللي كاينين هنايا اللي محسوبين على الدوار هذا يعني خاصو ضروري انه البحث والبحث الجاري في هذه القضيه هذه عاود لينا السلام عليكم انا كنت مع الدراري اللي وقعت لنا هذه الواقعه حنا بالاحرى جوج دواور اللي تم النصب علينا في هذه القضيه منهم الدراري صحابي اش نقول لك راه حاله لا يرثى لها راه الدراري دابا غابرين ما كاينش الاثر ديالهم وكاين ماتوا معانا ثلاثه دريه وجوج دراري الله يرحمهم جوج دراري من الدوار عندنا ودريه برانيه شويه والمهم انا نعاود لك من الاول حنايا المهم عرفنا القضيه من واحد جوج سماسريه من الدوار عندنا من ولاد الحسن وهما جمعونا بحال هكا وقالوا لنا الفلوس شحال نعطيوهم وداونا للعيون
شي 20 يوم ولا 25 يوم، المهم كله شحال كاين اللي عنده شهر تما في العيون كيتسنى الحرقه امتى غادي تكون، امتى غادي تكون. المهم فجات الواقعه نهار 12 في شهر 11 2023، خرجنا لطنطان، بقينا غاديين في طنطان، داونا للصحراء تما، عطينا افونس 5000 درهم عطيناها للحراق، وجوج ملايين عطيناها ديجا لعبد العالي اللي ابن ولد الحسن، هذا السمسار هذا عبد العالي الاراوي. المهم هما جوج شخصيات، هو كيقول معاه وشعيب بن عماره، عطيناه جوج المليون بان ملي غادي نوصلوا ها اللي غادي يرد لنا، ها اللي غادي يعطي الفلوس للحراق، وحنا عطينا 5000 درهم. والمهم حنايا فاش صافي مشينا للصحراء وطعنا ديك الزودياكات ديناها، طاحت لنا من واحد الجبل دارت فيها ثقبه من التحت، وفاش صافي بدينا كنغرقوا في البحر وهي غادي كتغرق وكتعمر ما هي هذيك. كاين اللي الدراري خافوا، الدراري ديالنا خافوا وتلاحوا كيعوموا، هادو مباش لهم الاثار ديالهم، والدري طاح مات مسكين، والدري الاخر حتى هو كيعوم ومات مسكين الله يرحمه. صافي فاش بقينا وسط البحر كنعيطوا على لامارين يجيو يعتقونا وداك الشيء، جاو عندنا حتى الصباح عتقونا حنا 28 واحد، عتقونا حتى الاخر لحظه كاع. صافي داونا كيحقوا معانا وداك الشيء، وحنايا كان هاد السمسار اللي من عندنا كان قال لينا ما تجبدوش سميتي وفلوسكم غادي نرد عليكم، يعني في حاله كيهدد فينا هو. صافي حنا درنا بهضرته وما جبدناش سميتو كاع. صافي فاش حقوا معانا وجينا بغيناه يرد لنا فلوسنا اللي عطيناه جوج المليون. صافي رجع تقلب علينا قال لينا ما عنديش فلوس وراداها ليا واحد اخر وداك الشيء. جينا ديكلارينا بيه، فاش بغينا نديكلاريو كيعاود يفاجئنا ثاني وكيصوني علينا كيقول لنا راه فلوسكم راه على اليوم غادي نشدوها. فاش اليوم كنصونيو ليه ما كيجاوبناش يعني، وبغينا حقنا، حنا بغينا ناخذوا الحق ديالنا من السيد هذا. يعني انت كشاب يعني ومشيتي يعني وجربتي هذه التجربه هذه، شنو تقول يعني للشباب يعني اللي مازال عندهم الفكره والطموح ديال الهجره السريه؟ واش نقول لك اخويا، انا بالنسبه لي انا الفكره خطيره بزاف، وبالخصوص مع الناس ما كتعرفهمش وكتشي المهم كتادي بحياتك الموت وصافي، هادشي اللي نقدر نقول لك اخويا. يعني ملي رجعتي قلتي الحمد لله كتب لي عمر جديد. وانا ما نكذبش عليك انا اخويا، ملي رجعت انا ما تيقش راسي اصلا، تعتقت انا اصلا حيت انا شاهدت وسط الماء اصلا كاع الصراحه نقول لك والله. لما ولات كتبان لي الموت قدامي وكنشوف الدراري صحابي مساكن غبروا، وكنفكر انا كتشوف الحاله ديال الدوار اخويا، راه بلا ما نقول لك كديره كتشوف الوالدين ديال الدراري هما على عينيك اخويا. المهم راه مجرمين هادو اللي كانوا داروا لنا هاد الحاله، حنا راه مجرمين. انتوما كشباب شنو اللي كيخليكم يعني تفكروا في الهجره السريه، وعلاش كتخليوا يعني حياتكم تاديوها للخطر؟ واخويا راك عارف، عارف الدراري راه كتقرا وكتبغي تخدم، راه قرينا الحمد لله وما جابش الله. صافي كيظلام عينيك في البلاد هادي كتبغي تخويها وصافي، راه كتبغي تبدل الحياه ديالك للافضل، راه ما كتبش لينا راه وقعت لينا هاد الواقعه اخويا. انت وسط البحر وكتشوف يعني في خوتك اللي مشاو معاك، يعني كل واحد يعني كاين اللي غرق كاين اللي دار محاولات باش انه يخرج، وكتشوف انت راسك يعني وسط داك البحر، يعني كل جهه كتشوفها ما كتلقاش يعني البلاصه اللي غتخرج منها. صافي ملي كنشوف الدراري انهم خرجوا بحال ما هكا وكل الاثار ديالهم ما كاينش، راه صافي قلت انا راه غادي يطير لي نفس الواقعه، انت راه غادي نموت، انا ولات كتبان لي الموت قدامي انا شي لي. البحر كي كان ديك الساعه؟ البحر كان واعر في التخله وفي الوسط ديالو، كان مزيان يعني، يا صفر راسي لجوج صفر راسي لسته. كيفاش خرجتي انت؟ صافي انا بقيت صابر، بقيت شاد في الزودياك حيت بقى الشومبرير من مقفل وبقينا شادين فيه، وهذاك الرئيس اللي كان داير بينا شد هذيك البيدوزه اللي فيها ليسانس، خوا في الزودياك راك عارف مع ليسانس كيدير كيولي بحال لاسيد كيحرق، وحنا محروقين وصابرين وكنعيطوا على لامارين، تجات عندنا لامارين حتى لسته ديال الصباح، وكنا بواحد الحاله خايبه بزاف خويا، حفظنا الله وصعب شي نقول. حاجتي كأم وافتقدتي يعني الابن ديالك، وباقي لحد الان، باقي لحد الان يعني كتقولي باغي ولدي. ولدي انا بزاف اثر فيا ولدي، اثر فيا ولدي، انا داروا لي فخ ولدي، داروا لي فخ ولدي. باش داروا لي فخ؟ داو داروا لي فخ ولدي وداو. هو مشى مع كاع الدراري يعني، شنو كيف علاش داروا لي فخ؟ كيفاش انا ولدي تيخبر انا من دون هاد الاولاد كاملين؟ مالو علاش؟ مالو علاش انا ولدي تيخبر انا من دون هاد القوم تاع عباد الله كامل؟ ما
باقي اليوم 17 يوم ما كاين لا اثر لا ربنا حي ولا ميت. علاش زعما غيديروا لي فخ باش الناس ما يفهموا حاجه؟ عرفتي علاش؟ حتى نقول لك علاش، حيت ملي كتقول لي فخ يعني والناس كيتفرجوا كيقولوا انها تصفيات حسابات، كيقولوا لك الدخل يعني في واحد المتاهه اخرى. الله اعلم الله اعلم. انا قالها مخي قالها دماغي. انا كنطالب انا بولدي عديني ما باغا من عندهم، وانا ما باغا لا فلوس لا. انا كنطالبها بولدي يجيني حي يجيني ما جيتي حين نشوفه كيما كان ولدي انا بغيت نشوفه. يعني قبل ما كان قبل ما بغى يمشي واش قال لك انا غادي حاري؟ ما عمروش انا جبد معايا ولدي هذه الكلمه تاع الحري ابدا. انت مشيت ما عرفتش انا ولدي كي داير تمشي الله اعلم. شنو اللي خلاه هو يمشي واش الظروف ما عايش؟ الخنات اللي مخنات ولدي ما مخنته حتى واحد، واكل شارب عايش بخير وعلى خير، وني شكون اللي عيط عليه الله اعلم. عيطوا عليه وغوتوا عليه وقالوا لي تعالى عاود معنا تحرم. يعني انتم كامهات اللي متفلي اللي افتقدتوا يعني ولادكم، شو تبغيو تقولوا للناس ديال الدرك الملكي من اجل هاد السماصيره هادو اللي كاينين في الدوار اللي كيزعموا هاد الدراري باش انهم يديروا الهجره السريه؟ شو ما عليهم وعيب عليهم ولا هادشي اللي كيديروا فيه الاولاد، ولاد الناس، ولاد المساكين. حشوم عليهم وياكلوا بالناس ديال الناس في فلوسهم. حاجه عيب، حاجه عيب مالها الحد، حاجه عيب مالها الحد. كياكلوا الناس بديوالهم وفي فلوسهم. كاين اللي باع بقره، كاين اللي باع بها البلاد، كاين اللي خلى خيمته غصوت النار. انا راني امراه اجي انا ودي منين ولدي 500000؟ منين غنجيب انا؟ كون انا ولد الاطفال لا فلوس، شكون غيعتقني؟ انا ما ني قاعد بركب ني كنكساب واحد وحدك، وانا ما عرفتش شكون بقى معايا انايا. درك ولا جود الله انت بوحدك في الدار وبوحدي، انا محيوزه على امي وعلى ابويا. على من محيوزه؟ هادشي قال لي شويه انا راه ما شويه واحد انايا. ادي هو والله لا كانوا كيشوفوه ولا كانوا عارفين وين يجيبوا لي انا ولدي. انا نزيدهم الفلوس، انا نعطيهم الفلوس، هادو اللي باقيين الفلوس جيبوا لي انا ولدي. هادشي اللي كنطلب انا منه. يعني ولدك باغا ولدك اللي باغا؟ انا باغا ولدي نشوفه شويت 17 يوم ادير على العشاء حار تاع الناس ما يديش الناس لا بالليل لا بالنهار. شويت انا الله اللي عالم بيا، انا كنجري بالليل وبالنهار. انا على من نجري فينا وراه بقيت لاكري قاري طالب فاصل دير تكوين شاد ديبلون وين الغالب. الله انا تغلبت في ولدي بزاف انايا، ما غلبني في تا واحد. ما نسمعش ليهم انا لا في الدنيا لا في الاخره. لولدي اللي داروا لي هاد النشبه بحالك. رسالتكم الاخيره للناس ديال الدرك الملكي؟ كنطلب منهم بارك الله فيكم اسيدي، انا مزوقه فيكم، عطيوني حقي في ولدي. انا باغا ولدي، عدي وانا رجال عليه 20 سنه هادي وانا مكبره، واليوم ضيعوا ليا وخداو ليا وغبروا ليا. كون كان لقيت في البحر كون خرج، كون كان مشدود كون مشينا شناه في الحبس. ولدي مسدود عليه، ولدي قافلين عليه، ما هوش قاعد على خاطره. وهادشي اللي كنطلب من الملك ومن المحكمه جميعا كامله. انا باغا ولدي، ولدي وانا بقيت غير انا وياه وهجال عليه 20 عام هادي، وانا كنطلب وكنعطر وكندور على الحباب باش معيشه. واليوم سدوا عليه وقفلوا عليه وولدي ما ميتش، باقي حي. ولدي باقي حي ومسدود عليه ومقبول عليه. كون خرج كون خرج مع الداري جوج اللي ماتوا في البحر، كون تا هو خرج معاهم. علاش الداري كيخرجوا العزاوة كيخرجوا ولادي انا ما كيخرجوش؟ علاش؟ كيفاش من حق؟ ولدي مسدود عليه في المحال وبالتليجان وبالمداخلة، ولدي مقبول عليه. يعني تفضلي معنا. انت كأم انك تفنجي ولدك الحمد لله وخاطرك يعني ارتاحت من بعد ما عرفتي ان ولدك مشى، يعني شنو وقع عليه في البحر؟ كيفاش مات؟ عاودي لنا شنو كان. سيدي السلام عليكم. انا بعد ما مات ولدي في البحر ما غاتوصلني الاخبار حتى للمغرب. ملي جا واحد السيد قال لي جبتي ولدك الله يرحمه. باش عرف هو؟ شو من ساق الاخبار؟ بقيت انا صافي ما بقى عندي تحل قدامي. في الليل هو يصوني عليا، انا ما كنطالب، انا كنطالب على حقي. ولدي مات، انا كنطالب على النصابه اللي داو فلوس ولدي. لا ولد لا فلوس لا والو، انا عندي اليتامى. وديتي فلوسي ومشيتي بركتي، صونا عليا قال لي ها انت يا الحمديه فلوسك هاي عندي ديالت ولدك، ها انا غادي ندفنوا الدراري وغنجي حتى لعندك نجيبها لك. صافي حبس ما تليت شتو، اليوم يجيب الفلوس غدا يجيب الفلوس، تا النهار تليت. مشيت ليه تلتم قلت
توعب العالي يعطيني فلوسي. قال لي قال فلوس عاد توش شعيبه ود الحيش. عماره شعيبه. قلت له فلوسي كيقول لك الدراري عطاها لك انت. قال لك لا عاد شعيبه. جينا بحالنا. يقول لنا راه عاد ولد ياقوره. جينا بحالنا هذا احنا باركين احنا مشينا درنا به دعوه. دروك بارك الله فيكم حقي انا هاد السمسار هذا هو اللي ملقب بولد زاكورة ايه ملقب بولد زاكورة ولا كيقول لك هو ملقب بخر كيقول لك انا عطيته لولد الحاج هو الدراري عاطينا ليه هو رد يقول لك انا عطيته لولد الحاج ايوا هادشي لك اش غنقولوا باقا شي حاجه اخرى غادي نقولوا تعال لا هو مع ولادنا هذا الدري باقي هو باقي هو مختفي ياك هو مختفي تعال هذا ولد اختي وكاع اجا السلام عليكم السلام عليكم انت كأب وشفتي ولدك يعني باقي لحد الان باقي مختفي اجي باقي يا سيدي غايب دابا انا تقضي الخبار تغوت عليا لي اثنين ونص باقي صباح الثلاث قال لي راه حنا غاديين هذا هو الابن ديالك هو هذاك هو انوار هو هذا 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 بدا ينقلوا بالواحد بالواحد كيقولوا لهم جي وراه عليكم 66 امان فلوسكم راه فراتهم غاديين ناضين ودابا الدراري دابا راهم خرجوا والفلوس راهم كون عطاوها الفلوس للحراق اللي ليه راه هو اللي شاد الدراري الدراري العوامه خرجوا من البحر وكيقدر تلقى ليهم هذاك خينا وداهم هذوك اللي كانوا راكبين كانوا راكبين ثلاثه في هذيك اللي كتهز واحد شدوه وجوج خرجوا في التوربواز ديال المازوت في البحر وخرجوا سبقوهم مع ديك الخرجه غيكونوا غوتوا على الباطرون جاب طوموبيلته وهزهم الدراري دابا في روس هاد السمساره هاد السمساره هما اللي في روسهم خاصهم الحراق يتسول على الدراري راهم عنده هاد الشيء هو اللي كاين هو هذا ما نقول الموت راه ما ميكتينش البحر صافي مشاهدينا الكرام مشاهدين شوف تي في كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر يعني كنشاهدوا يعني هذه هي كاينه خليه من السماسره في هذا الدوار هذا باقليم يعني سيدي بنور يعني كما كتسمع يعني الملقب بزاكورة والعديد يعني منهم اللي كيشجعوا يعني الاطفال ديال هاد الناس هادو بالهجره السريه اللي كنوجهوا رساله للناس المسؤولين وكنوجهوها للدارك الملكي ديال سيدي بنور باش انه على الاقل يتدخل ويدير تحريات من اجل هاد السماسره هادو اللي كيحاولوا انهم يقنعوا الدراري بالهجره السريه وكياخذوا لهم فلوسهم وبذلك انك نكتشفوا بانه قدر يكون هاد السمسار هذا ما عطاش الفلوس للناس اللي يعني استقطبوا الدراري تما بذلك انهم دابا شادين الدراري عندهم يعني جات وصلهم فلوس ديالهم عاد باش يقدروا يخرجوا باش يقدروا يخرجوا الدراري يعني هذه كما غنقولوا حنايا واحد يعني واحد الشبكه من السماسره ومن بعض يعني اللي غنقول لهم انا الجهلاء اللي كيشجعوا يعني الاطفال ديال الدواوير هادو ديال جميع نواحي دكا لعبده بطبيعه الحال اللي كنشوفوهم يعني هنايا يعني كل يعني بحسره على الابن ديالو او كما كيقولوا هاي دريه وحده تاهي مشات معاهم مسكينه تاهي تفقدات يعني الله يحسن العون ديال الوالده ديالها بطبيعه الحال لهذا مشاهدي ومتابعين شوف تيفي كنتمنى يعني الرساله تكون وصلت رجال الدارك الملكي بطبيعه الحال ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله الى اللقاء.